كرة حلوة، كرة حلوة، مفيش كلام. إبراهيم الأبيض ده ظاهرة كمان غريبة شوية. أول ما نزل إبراهيم الأبيض قوبل بهجوم كبير جدا من كل النقاط، هجوم كاسح يعني، وبعد سنين تحول لواحد من الكلاسيكيات اللي موجودة بتفاصيله. يعني في جيل طلع بالنسبة له السينما جزء منها مهم إبراهيم الأبيض، إنما ساعة ما طلع مروان حمد أنت تفتكر كان في هجمة كبيرة جدا على فيلمك بالرغم من النجاح الجماهيري الكبير، لأنه نقديا كهجموه جامد. أنا يعني ده جزء من طبيعة السينما، إن أولا الواحد صعب جدا يتوقع نتيجة فيلمه هتبقى عاملة إزاي على أي، ودي أنا يعني يمكن أكتر حاجة تأكدت منها من خلال تجربة الواحد. صعب جدا الواحد بيعمل الفيلم هيعرضه على الناس، هل هيقابلوه ازاي؟ محدش عارف هينجح او مش هينجح. لا يعني حتى الافلام الحمد لله الناس استقبلتها بشكل كويس، انا ما ببقاش عارف ولا حد فينا بيبقى عارف ليلة العرض ده الناس هتستقبلها ازاي. ودي حاجة ليها ميزة وليها عيب. العيب ان هي موترة جدا، وفي نفس الوقت بتحط صناعة الفيلم بشكل عام في ريسك كبير جدا. ولكن الميزة ان هي بتدي الواحد حرية، ان هو خلاص طالما مفيش حاجة معروفة مسبقا 100%، مفيش الوصفة المؤكدة بتاعة ايه الفيلم الناجح اللي هيجيب الجمهور وايه الفيلم اللي مش ناجح، يبقى ده ممكن يشجع الواحد ان هو يخوض تجارب ويحاول ان هو يطرق ابواب جديدة، حاول ان هو يعمل انواع سينمائية مختلفة ويعملها بجدية وبجهد وبالتزام املا في انها تعجب الجمهور. ففي حاله ابراهيم الابيض في ممكن ده يحصل، ممكن يحصل ان واحد يعمل فيلم يبقى فاكر ان هو او يبقى يعني عامله بطريقه ما يعجبش الناس. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.